كاين اللي كيحقرني، كاين اللي كيقول لي سعاي، كاين اللي كيقول لي طلاب، كاين اللي كيقول لي كيلوح لي لي كارت فيزيت، كاين اللي من ناحيه الدراري اللي خدامين معايا خلاوني حسيت بالحقره بحال الا حقروني حيت ما عنديش. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، معكم محمد من مدينه مراكش. انا هو اللي درت واحد البروجي اللي سميتو زينو ديليفري مراكش لتوصيل الطلبات. هاد الفكرة جاتني في شحال من دراري في مدينة قنيطرة ومدينة مراكش، وجاتني الفكرة بأنه حتى أنا علاش ما نديرش هاد البروجي ونعاون به راسي ونتطور به راسي وغير ذلك. وملي بديت كندرس المشروع شنو غادي خصني شنو ما غادي يخصني، وانا اللي ساعدت راسي براسي، فهمتي؟ جمعت شويه الفلوس. ملي جمعت شويه الفلوس خرجت باش ندير البروجي، وجهزت مقاول ذاتي وراقي كل شيء الحمد لله، ودرت تيشيرتات وكاسكيتات وسنادق وغير ذلك. وملي بديت المشروع كان فرقوا لي في العرض، لقينا واحد شويه العراقيل من بين الناس ما كيشجعوكش، من بين الناس ما كيتعاطفوش معاك، ولقيت مشكل في الدراري اللي كانوا خدامين معايا وصابرين معايا واحد شهر وخلاوني بوحدي، ما صبروش معايا، وإنما في الأول قالوا لي غادي نصبروا معاك غادي نتقاتلوا معاك شحال من حاجة، في الأخر صدقوا ما صابرينش معايا وخلاني بوحدي. أنا ما كنطفرش بدرجة نارية باش نساعد راسي براسي، وإنما جبتهم هما باش يعاونوني ونعانوهم باش نكبروا الشركة، وفي الأخر خلوني بوحدي. حنا كنساعدوا بزاف ديال الناس اللي ما عندهمش، اللي كبارين في السن، حنا كنقدموا لهم واحد السيرفيس اللي هو زوين، والناس اللي كبارين في السن والناس ديال العجزة وديال المستشفيات كنقدموا لهم سيرفيس فابور، وكنقدموا سيرفيس غير ب 10 درهم بالثمن اللي هو مناسب هو 10 درهم. ولقيت بزاف العراقيل، وصراحة حسيت بواحد النقص حيت كلشي خلاني في وسط الطريق، كلشي ما بغاش يتعاطف معايا، ما عرفتش علاش. حاولت نمشي لأبناك وحاولت باش نسول الناس، ودخلت لأبناك وسولتهم، ولكن كيطلبوا لي عقد الكراء وكيطلبوا لي شي حاجه تملكها انت نفسك باش تقدمها لهم. انا غير شاب طموح، ما عنديش شي عقد كراء ولا شي حاجه، انا غير شاب باقي يلا 19 عام، باقي عندي طموح وداكشي، ما عنديش شي حاجه نملكها باش نمشي نقدمها لهم، وإلا كان عندي شي ملك ولا عندي شي حاجه انا غادي نخدم راسي، وغادي ندير شي حاجه راسي ونخدم محل راسي وشحال من حاجه. داكشي باش لقيت عراقيل بزاف. رسالتي للناس اللي كيشوفوا فيا واللي يسمعوا وحسوا بيا، انما غير يشجعوني وينصحوني ويوجهوني نلقى شي حل ان شاء الله، ولو غير درجه ناريه غير باش نتقاتل باش نخدم باش نوصل واحد الحاجه اللي غادي تفيدني وتفيد الشباب، ونشجعوا بعضياتنا. نتمنى للشباب اي واحد عنده درجه ناريه يستغلها، ومرحبا بيه. انا بحالي بحاله، فهمتي؟ حنا كلنا بغينا نوصلوا، بغينا نديروا مستقبل زوين. نتمنى اي واحد بغى يخدم معايا ولا بغى يشجعني، مرحبا بي والف مرحبا. نتمنى الناس
اللي كيشوفوا فيا غير يسلفني ولو غير قدر مالي صغير باش غير نبدا ونشجع به راسي ان شاء الله في المستقبل غادي نرد ليه. انا غادي نرد ليه رزقه. كل واحد لا يحسن عوان، كل واحد وكيفاش درت، كل واحد ومعيشه ديالو، كل واحد ومشاكل تاعته، ولكن انما غير يسلفني شي واحد باش غير نبدا ونكبر به المشروع ان شاء الله، وغادي ان شاء الله ياخذ رزقه. علاش لا؟ حسيت بالحقره من الناس صراحه. كاين اللي كيحقرني، كاين اللي كيقول لي سعاي، كاين اللي كيقول لي طلاب، كاين اللي كيقول لي كيلوح لي لي كارت فيزيت، كاين اللي من ناحيه الدراري اللي خدامين معايا خلاوني حسيت بالحقره بحال الا حقروني حيت ما عنديش. شحال من واحد صراحه حسيت بالحقره بزاف اكثر من القياس، وصبرت وكندخلها لقلبي وكنقول ان شاء الله غادي يدير الله التاويل الخير. وانما انا ماشي سعاي ماشي طلاب، وانما انا بغيت غير شي واحد يشجعني باش غير ان شاء الله نبدا درجة الاولى، ما نخليش راسي نفشل. وانما فشلت ماشي مره ماشي جوج، وانما هاد المره ما بغيتش نفشل، بغيت عاوتاني نوض على رجليا ونتقاتل وان شاء الله غادي يكون الخير. Thank you.